بسم الله الرحمن الرحيم. رح نكمل حل exercises لهذا الدرس equations of lines 2. وصلنا ب exercise 5 page 203. بهذا الاكسرسايز ما طالب مني ارسم. شو قايل لي؟ اوقات انا بيكون مش طالب مني ارسم بس كأنه لحتى اعرف حال برسم سكتش صغير. يعني بيقول لي هون in each of the following cases, بكل كيس من هولي, يعني أنا نفس السؤال عندي لكل هول cases. In each of the following cases write an equation of line D, يعني أنا مطلوب مني أول شيء شو بدي أعمل, اكتب equation of line. نحنا متفقين إنه بس يقول لي equation of line في عندي قاعدتين. قاعدة لما يمرق ب 2 points وقاعدة لما يمرق ب 1 point, ما عندي غيره. بس الـ equation of line دغري بحط براسي هول قاعدتين. رح راجع لكم أنا شو هن القاعدتين. إذا قال لي equation of line مارق بنقطتين, فأنا بكتب له هاي القاعدة اللي هي y minus y على, فيني اكتب y minus y, فيني اكتب x minus x, نفس الشيء. وبصير بحط هون y minus y على x minus x. افترضوا قال لي 2 points هن الـ a و b مثلا, فبخلي أنا هاي دي الـ y وهاي الـ x فاضية, وهون الـ A والـ B بحطهم. مثلا إذا حطيت هون A خليني أحط A هون, وبيبقى أنه حطيت الـ A على هاي الجهة بحط الـ A-يات هون, بيبقى عندي شو point B بحطها من هون. يعني هاي قاعدة للحفظ, هاي قاعدة للحفظ. إذا قال لي طلع equation of line بيمرق بنقطتين. طيب إذا قال لي طلع equation تمرق equation of line بتمرق بنقطة واحدة, دغري بفكر بهاي القاعدة y minus y لهاي النقطة, افترضوا هاي النقطة سماها A, هو بتمرق بنقطة A, equal slope into x minus x لهاي النقطة. فهاي كمان شو قاعدة للحفظ, إذا قال لي إنه هيدا ال equation of line بيمرق بنقطة واحدة, فأنتوا ما بتفكروا إلا بهوتنا. هلأ هو شو قال لي هون؟ قال لي طلع, قال لي write an equation of line D passing through the point A, ما قال لي بتمرق بين point A و point B point واحدة. فمعناتها صار بدي فكر بهاي القاعدة, هاي بلغيها ما بدي اياها. هلا قال لي بتمرق بنقطة A وعطاني هون الكوردينيتس, عاطيني الكوردينيتس لل A and perpendicular to the line D prime عفوا. هو طبعا لما يقول لي مارق بنقطة واحدة لازم يعطيني شرط تاني, بس أنا المهم عندي بس يقولكم equation of line مارق معه بنقطة واحدة, دغري بتحطوا هاي القاعدة قدامكم, ما نشتغل على هاي القاعدة. طيب أول كيس قال لي البوينت A هي مين؟ قال لي 1.53, وعندي D prime لأنه هو قال لي شو هذا الخط D اللي أنا بيطلعه, هذا هو D, هذا بيشتغل على هاي القاعدة, هذا اللاين D. قال لي هذا اللاين D هو perpendicular على D prime. طيب شو يعني هذا الحكي perpendicular؟ شو يعني خطين perpendicular؟ يعني السلوب للأول, لأول خط ضرب السلوب لتاني خط equal to minus one. هاي قاعدة تحفظوها إذا عندي two lines are perpendicular. يعني أنا عم بمشي شو معي given؟ عم بحط القاعدات قدامي. قال لي بتمرق ب 1 point حطيت هالقاعدة, قال لي 2 lines are perpendicular حطيت هالقاعدة, معناتها بدي اشتغل على هول قاعدتين لأنه هاي الإكويشن اللي هون, هاي القاعدة اللي هون فيها سلوب, هذا السلوب من وين بدي اجيبه؟ صح الواي للأي معي اياها, هاي الواي للأي, اكس للأي معي اياها, طب هذا السلوب من وين بدي اجيبه؟ بجيبه من الجيفن الثاني اللي عطاني اياه, هاي القاعدة اللي فيها سلوبس. فقال لي هو D prime شو الإكويشن اللي له؟ 3x minus 2y plus 1 equal 0. طيب هيك شكل للإكويشن أنا ما بينفعني. أنا شو اللي بينفعني؟ إنه يكون هيك شكل للإكويشن of a line y equal ax plus b. يعني أول شيء لازم شو لحتى أقعد أشتغل منيح أو لأشتغل أطلع السلوب, ما أنا من هون ما بعرف أقدر أطلع سلوب. السلوب هو بيكون اللي مضروب بالإكس, مش بيقول له هون اللي مضروب بالإكس, هيك لازم يكون هيدا الشكل عندي. فشو لازم اعمل بهالحاله؟ هيدا الشكل الايكويشن لازم حوله لهي لو y equal. هيك اول شيء بتشتغلوا. طيب خليني اشتغل, انا بدي y equal, فهيدي minus 2y خلوها لحال equal, معناتها هيدي ال 3x بدي اجيبها على الميل الثاني هي ال plus 3x, وال plus 1 كمان بدي اجيبها على الميل الثاني. شو بصير عندي؟ minus 3x, هذا
هاي بلس 3x تجي لهون ماينس 3x بلس 1 تجي على الميل الثاني ماينس 1. لا اتخلص من الماينس 2 لانه انا بدي y لحالها، فشو بعمل؟ بقسم هاي الجهه على ماينس 2، ومفروض شو اعمل؟ اقسم هاي الجهه كلها على ماينس 2. هيك بقدر اتخلص ماينس 2 بتروح مع ماينس 2، بيبقى عندي y equal. هاي هيك ما بتفيدني، ما عندي انا فراكشن للكل مع بعضه، فشو بعمل بهيدي الماينس 2؟ بخلي الماينس 2 لاول وحده والماينس 2 لتاني وحده. يعني بصير لما بدي رتب هيك برتب ماينس 3x على ماينس 2، وانا عندي هون ماينس 1 على ماينس 2. هول ماينسات اللي تحت ما بدي اياهم، فشو لازم اعمل؟ لازم ظبطهم. y equal ماينس تروح مع ماينس، شو بيبقى عندي؟ 3x over 2، هون ماينس مع ماينس بتصير بلس 1 over 2. انا شو فادتني هيدي؟ انه انا رتبتها انه y equal لحتى طلع السلوب. السلوب هو الرقم اللي مضروب بالاكس. مين اللي مضروب بالاكس؟ 3 over 2. ليش بدي طلع السلوب؟ ليه بدي طلع السلوب؟ لانه هو عطاني given ال d perpendicular على d prime، ولطلع السلوب للd لازم يكون معي السلوب للd prime. سلوب للd prime من هو 3 على 2. فشو صارت؟ خليني طبق هاي القاعدة اللي هي السلوب ضرب السلوب ايكوال لماينس 1. هاي مين؟ هاي سلوب للd اللي انا بدي اياه، هيدا سلوب للd prime اللي معي اياه ايكوال لماينس 1. سلوب للd خليها ضرب سلوب للd prime قد ايه معي اياها؟ 3 على 2 ايكوال ماينس 1. انا بدي مين؟ سلوب للd لحالها ايكوال ماينس 1، هم مضروبه فيها، شو بتجي على الميل الثاني؟ قسمي، قسمي 3 على 2. هاي كيف نشتغلها؟ بعمل هون اوفر 1 وبالقسمي شو بعمل؟ بالقسمي هاي خليها هيك، بالقسمي بخلي اول واحد نفس الشيء وبقلب القسمي بتصير ضرب، وبقلب اللي ورا القسمي 2 على 3. شو بيصير عندي؟ بضرب اللي فوق باللي فوق، لتحت بالتحت بالضرب. ماينس 1 تايمز 2 ماينس 2 اوفر 1 تايمز 3 3، فصار سلوب للدي ناقص 2 على 3. هاي طلعت سلوب للدي، ومعي الواي للاي ومعي اكس للاي، بطبق هاي القاعده. هيك بدكم تشتغلوا بكل كيس من هول. هلا بشوف انا اللي بيشبهوا بعضهم ما ححلهم، انتم بتحلوهم، بس انا علمتكم طريقه، كل الكيسز نفس الطريقه ما نحل. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ بس بدنا نطبق هاي القاعده. يعني بحط هاي الواي واي ماينس واي للاي قد ايه معي اياها؟ 3 ايكوال السلوب قد ايه معي اياها؟ سلوب لمين؟ لللاين دي. هلا طلعت السلوب لللاين دي ناقص 2 على 3، ناقص 2 على 3 انتو اكس هاي اكس ماينس اكس للاي قد ايه معي اياها؟ 1.5. شو بيصير عندي؟ انا بدي واي لحالها، بس هخلي هلا y ماينس 3 بس لحتى ظبط هول، لحتى اشيل هذا البراكت. ايكوال هذا البراكت لمين؟ يعني معناتها الماينس 2 اوفر 3 مضروبه بالاكس ومضروبه بال 1.5. طيب هلا انا هون شويه كالكوليشن بس بدها، يعني بدنا ننتبه انه ال 1.5 شو هي؟ 1.5 هي 3 على 2. هيك لحتى انا اذا ضربت هاي بال 1.5 بتصير اسهل عندي، في عندي اختزال بيروح. هلا اللي ما بينتبه انه ال 1.5 هي 3 على 2 عادي بيشتغل عادي، يعني حاشتغلها انا. ناقص 2 على 3 بضرب ناقص 2 على 3 اكس ناقص بناقص زائد 2 ضرب 1، لانه هاي على 1، فاذا بضرب هاي بهاي بضرب اللي فوق باللي فوق لتحت باللي تحت، 2 ضرب 1.5 بيطلع عندي 3 على 3 ضرب 1 3. فشو بصير عندي هون؟ بتروح هاي 3 مع 3، شو بيبقى محلها؟ 1. طيب انا بدي y equal ناقص 2 على 3 x، هون عندي زائد 1، الناقص 3 بجيبها للجهة التانية شو بتصير؟ زائد 3. بيطلع عندي y equal ناقص 2 على 3 x زائد 1 زائد 3 شو بيطلع عندي؟ زائد 4. هيك كنت طلعنا equation لمين؟ للدي هو بده اياه، equation للدي لللاين دي. طيب هاي اول كيس. الكيس الثاني هي نفس الشيء، معي ال A الكوردينيتس لل A 10 30 ومعي ال D prime الايكويشن لإلها x equal 3y plus 2. ما
ما حدا ينسى الـ given، اللي هو طلع equation of line بيمرق بنقطة واحدة. شو بعمل؟ دغري بكتب القاعدة اللي فيها الـ equation of line بيمرق بنقطة واحدة، هي y minus y لهالنقطة equal الـ slope into x minus x للنقطة. هاي قاعدة بدي استعملها. طيب رجع شو قال الـ given التاني؟ قال لي بيمرق بنقطة واحدة، كتبت هيدا القاعدة. قال لي الـ d perpendicular على d prime، شو معناتها؟ شو هي القاعدة اللي بتطلع منها لهاي؟ انه السلوب للاول ضرب السلوب للثاني ايكوال ماينس 1، يعني صار عندي قاعدتين بدي استعملهم، انه هو اعطاني 2 جيفنز. طيب بس انا شو هون عندي مشكله؟ انه انا هيدا الشكل ما بدي اياه، ما بدي اكس ايكوال والواي تكون من هيدي الجهه، انا بدي واي ايكوال، فلازم حل بهيدي شوي. خليني اكتبها، حاكتبها هون اكس ايكوال 3y بلس 2. انا بدي 3y لحالها مش هيك؟ هاي 3y لحالها. أنا شو بعمل فيها؟ مثلا نحن ما نجيبها لهيدي الجهة، أو شو فينا نعمل؟ 3y plus 2 equal x، فيني أعمل هيك؟ ما هي x equal 3y plus 2، فيني أعمل 3y plus 2 equal x. أنا بدي y لحالها، خلي هاي 3y equal هاي x هون plus 2 بجيب مع الميل التاني بتصير minus 2. أنا بدي y لحالها، فبقسم هاي على 3 وبقسم هاي الجهة على 3، بتروح 3 مع 3 شو بيبقى عندي؟ y equal، قلنا هاي ما بتفيدنا، هاي 3 بخلي x على 3 ناقص 2 على 3. فشو السلوب لهيدي الايكويشن؟ لانه انا بيهمني السلوب. شو هي السلوب؟ هي 1، مين المضروبه بالاكس؟ هي 1 على 3. هيدا هو السلوب لمين؟ هيدي الدي برايم. طيب فشو صار معي انا؟ صار معي الواي للاي ومعي الاكس للاي، بيبقى معي مين؟ سلوب لمين؟ مين اللاين اللي بيطلعه؟ دي، بدي سلوب للدي. انا معي مين؟ سلوب للدي برايم، معي قاعده لطلع السلوب. بهيدي القاعده شو بدي اعمل؟ طبقها لهي القاعده. انا عندي السلوب ضرب السلوب ايكوال ماينس 1، هاي سلوب لمين؟ للدي، وهاي للدي برايم. سلوب للدي بدي اياه ضرب سلوب للدي برايم 1 على 3 ايكوال ماينس 1. فبصير عندي بس calculation equal minus 1 هاي ضرب تجي لتاني ميلي قسمي 1 على 3، يعني slope للدي equal هون شو بصير عندي؟ ناقص هاي على 1 ناقص 1 على 1 ضرب ومنقلب هولي بتصير 3 على 1. فشو بيطلع معي الجواب؟ equal بضرب اللي فوق باللي فوق، يعني ناقص 3 على 1 يعني ناقص 3. فطلع معي، عفوا طلع معي slope للدي equal ناقص 3. هاي طلعنا سلوب للدي، يعني طلعت هاي. شو بما عندي؟ بس بدي عوضهم، يعني y minus y للاي قدي معيها 30 equal سلوب للدي قدي معيها ناقص 3 into x minus x للاي قدي معيها 10. بس بدي اعمل calculation y ناقص 30، خليني خلص من هذا البراكت بالاول، ناقص 3 بضربها بهاي وبضربها بهاي، بيطلع عندي ناقص 3x ناقص بناقص زائد 30. بيطلع عندي y equal ناقص 3x، لانه بدي رتب حد ال y بحط ال x. عندي هون زائد 30، هيدي ناقص 30 شو بعمل فيها؟ بجيبها على الميل الثاني بتصير شو؟ زائد 30 كمان. بيطلع عندي y equal ناقص 3x زائد 60. هاي الايكويشن لمين؟ للدي. هي مع انه هاي نفس الكيس 1، يعني الحال نفسه تقريبا، بس عدت انا لحتى يعني مثلا هلا للثري كيس 3 ما حعملها، بس انتم بدكم ترتبوا هيدي الايكويشن. هي y plus 3x equal 4، هي شو هيك؟ y هيدي كيس 3 y plus 3x equal 4. انا بدي الايكويشن هي y equal plus 3x بجيب على الميل الثاني minus 3x plus 4، فهيك بعرف انه السلوب هيدا دي برايم، سلوب للدي برايم ناقص 3، وبتحلوا نفس الشيء مثل ما حليناه. هلا بكيس 4 في اختلاف، لانه الايكويشن لللاين اللي معي اياه للدي برايم هو واي ايكوال ل 4، مش هو واي بيمرق بنقطتين مثل هولي فيها واي واكس، واي ايكوال ل 4. فالكيس الرابعه شو بيقول لي؟ قال لي هذا الخط الدي اللي بتطلعوا لي اياه بيمرق بنقطه A عنده coordinates 2 2، هاي ابسسة وهاي ordinate،
وقال لي هيدا اللاين دي اللي بدكم طلعوا لي هي الايكويشن اللي هو بيربنديكولار على الدي برايم، والدي برايم ايكويشن اللي له واي ايكوال 4. طيب الكيسز اللي فوق قلنا كان شو؟ انه كان عادي لاين عادي هو اوبليك، لاين اوبليك. ليه؟ لانه شكله واي ايكوال اي اكس بلس بي. هيدا شكل الايكويشن اللي بالاول والثاني والثالث كان واي ايكوال اكس بلس بي، فشكله لاين اوبليك، ممكن هيك ممكن هيك بحي الله طريق. فعشان هيك حليت على طريقه انه شو، انه اذا انا هيدا اللاين بيمرق بنقطه واحده بكتب القاعده اللي هي واي ماينس واي لهي النقطه ايكوال سلوب انتو اكس ماينس اكس للنقطه. هاي كتبتها ايمتى؟ لما كان الايكويشن لللاين اللي عطاني اياه بشكل طبيعي هيك فيه واي وفيه اكس. هون هيدا اللاين اللي عطاني واي ايكوال 4. طيب شو يعني واي ايكوال 4؟ بس يعطيني ايكويشن للاين واي ايكوال لنمبر، معناتها هيدا اللاين هو خط بارلل على الاكس برايم اكس. ما حدا ينسى، يعني انا اذا بدي ارسم سكتش صغير هيك، هيدا الاكس اكسس، هاي الواي اكسس، عندي هون الاوريجين او، طبعا هون اكس برايم هون واي برايم. لما يقول لي واي ايكوال 4 على الواي بحدد 4، 1 2 3 4 هاي 4، وهو الخط بده يكون بارلل على الاكس برايم اكس، يعني هذا هو الخط، هذا هو اللاين مين دي برايم. هو عم بيقول لي طلع لي ايكويشن للدي، ايكويشن للدي بيربنديكولار على الدي برايم. طيب اذا انا بدي ارسم خط، لنعتبر حيلا مطرح، اذا بدي خط بيربنديكولار على الدي برايم، إذا perpendicular على الدي برايم صار parallel على مين؟ على الواي اكسس. يعني أول شغلة عرفتها هيدا الدي اللي أنا بدي إياه، هيدا الدي هو parallel على مين؟ على الواي اكسس، على الواي أو على الواي برايم واي. طيب أنا بعرف إذا خط بيكون parallel على الواي اكسس شو بتكون الإيكويشن اللي له؟ هاي بشرح الدرس، حتى إذا ما حضرتوا شرح الدرس هون أنا عم براجع. إذا أنا بدي equation للline بيكون parallel على y axis مثل هيدا الشكل، او هوني مثلا نقول مرق هون هو perpendicular على d prime، معناتها هو parallel على مين؟ على y axis. لما يكون parallel على y axis بتكون equation x equal to number. هاي قاعدة للحفظ، انه اذا خط بيكون parallel على y axis equation اللي له x equal to number. اذا كان الخط على x axis بتكون الايكويشن اللي له y equal to number. طيب انا عرفت انه شكل الايكويشن بده يكون x equal to number، طب مين هو هذا النمبر اللي هون؟ هو ما عطاني شرط، ما انا استعملت هلا هون، انا استعملت انه d perpendicular على d prime رسمته هيك، وال d prime رسمته y equal to 4 رسمته على x axis، طلعت منه انه هاي، عرفت انه الايكويشن للدي اكس ايكوال نمبر. مين هو هيدا النمبر؟ لازم استعمل البوينت اي، بعد ما استعملته فهون شو بتكون البوينت اي؟ عنده اكس وعنده واي، فهون شو بيكون الايكويشن للاكس او ايكويشن عفوا لللاين؟ هي اكس ايكوال هو الاكس للاي، يعني 2. هيك خلصنا الكيس 4. هلا اذا مرق غيره انتوا بس شو بدكم تعملوا لحتى تصيروا تعرفوا؟ بتوقفوا الفيديو ورجعوا عدوا للسؤال، لازم ترجعوا تعدوا للسؤال. إذا بس عم تتطلعوا هيك ما بيمشي الحال، إذا بس عم تتطلعوا لتحلوا الفرض وتسلموه ما بيمشي الحال. عم ندرس الامتحانات الرسمية نحن، هيدا السؤال كتير مهم. طيب بكيس 5 ما ححلو لأنه مثل ال 1 وال 2 وال 3، وأصلا الإكويشن هاي مرتب، يعني دغري طلع معنا سلوب ناقص 1 على 3. بالكيس 6 كمان نفس الشيء، دي برايم ومعي السلوب كمان نفس الشيء مثل 1 و2 و3 ما ححله. ال7 مهم، هو بيشبه هيدا بس هون اعطاني ايكويشن اكس ايكوال 2، هون شو كان عاطيني واي ايكوال 4، فرح حل ال7. بكيس 7 بيقول لي انتبهوا ما نحن ما ننسى السؤال، قال لي ايكويشن اوف لاين، ايكويشن اوف لاين سمالي اياه شو دي، قال لي بيمرق بنقطة واحدة، قال لي بيمرق بنقطة A اللي هي ماينس 2 وماينس راديكال 2، بيمرق بنقطة واحدة. نحن بنعرف إذا بيمرق بنقطة واحدة شو دغري؟ دغري بكتب له القاعدة إنه هذا اللاين دي القاعدة تعيته y ماينس y لهي النقطة
equal slope into x minus x لهي النقطة. بس قلنا بيمرق ب 1 point دغري بكتب له هيدي، يعني هيدا اللاين اللي بيطلعه، هاي الايكويشن اللي له، هاي قاعدته، بدي اشتغل على هاي القاعدة أنا. طيب شو كمان قال لي؟ الجيفن الثاني لازم انتبه للجيفن الثاني، قال لي الدي بيربنديكولر على الدي برايم، هيدا الدي اللي بدي طلعه هو بيربنديكولر على الدي برايم. بيجي بتطلع بالدي برايم، انا بعرف انه اذا قالوا خطين بيربنديكولر شو معناتها؟ معناتها للتو سلوبس، يعني السلوب للدي ضرب السلوب للدي برايم ايكوال لماينس 1. طيب متفقين؟ عم نمشي شوي شوي مثل ما قايل بالجيفن هو. بيجي بتطلع على الدي برايم شو بلاقي؟ بلاقي الايكويشن اللي له اكس ايكوال ل 2. ما لقيت شكله لللاين دي، لانه لما يقول لي بيربنديكولر بيهمني شو طلع منه سلوب. هاي ما في سلوب هون، ما في سلوب هون، لانه الايكويشن مش مثل الايكويشن الطبيعيه y ايكوال a x بلس b. فلانه هاي الايكويشن اللي اعطاني اياه ما بقدر طلع سلوب، منا شكل طبيعي، هي هو خط مائل هو x ايكوال 2، فلازم هاي القاعده ما بتفيدني. فشو بيصير بدي حل؟ بصير بدي حل نظريا. يعني كيف نظريا؟ بتطلع هذا الاكس ايكوال 2، اذا بدي اجي ارسم سكتش صغير شو هذا الاكس ايكوال 2، حتى من دون ما ارسم سكتش، بس الافضل يعني حتى بالجيومتري انتم تعملوا هيك. انا عندي هذا الاكس اكسس وهذا الواي اكسس. لما قال لي اكس ايكوال 2 لازم اعرف انا، فهموا علي شو عم بقول؟ لما قال لي الايكويشن اللاين اكس ايكوال نمبر، معناتها هذا اللاين هو بارلل على الواي اكسس. بيجي لما بدي ارسمه بحدد على الاكس 2، هاي واحد هاي اثنين، وبدي ارسمه بارلل على الواي اكسس، هيدا هو اللاين دي برايم. طب هو قال لي بدي خط دي بيربنديكولر على الدي برايم، يعني لنقول مثلا هيك بيربنديكولر على الدي برايم. لما يكون بيربنديكولر على الدي برايم، بيربنديكولر عليه معناتها صار هو بارلل على مين؟ على الاكس اكسس. معناتها صار عندي، انتبهوا، صار عندي انه الدي برايم، او انا هيدا الخط اللي مين بدي اياه، دي برايم هي، انا هيدا الخط الاورنج بدي اياه صح، هيدا شو سميناه دي. هو قال لي بدي هيدا اللاين دي بيربنديكولر على الدي برايم، بيجي بتطلع بلاقي الدي بارلل على الاكس اكسس، الدي بارلل على الاكس اكسس. هيك بتفكروا؟ بدكم تقولوا لي كيف انا اصير نعرف؟ بدكم تصيروا تحلوا، يعني هالسؤال بده يتسكر الفيديو عليه وترجعوا تحلوه. الدي بارا على الاكس اكسس، اذا بيجي، ما هني مش واحد عم يخترع الشغل، اذا اجى السؤال هيك شكله هيك بتحلوه، اجى السؤال مثل كيس 1 وكيس 2 وكيس 3 والباقيين هيك شكلهم، يعني ما عندي شيء اختراع من برا، يعني ما حيجيبوا لنا شيء، كل شيء من الكتاب رح يجيبوه. لما هذا الخط بارا على الاكس اكسس معناتها لازم اعرف انا انه اللاين دي الايكويشن اللي له شو هي؟ واي ايكوال نمبر، يعني هاي قاعده للحفظ، انه اذا خط parallel على الاكس اكسس شو الايكويشن بتكون اللي له واي ايكوال نمبر. طيب انا بديش واي ايكوال نمبر، بدي اعرف شو هو هالنمبر. فانا شو بعمل؟ استفدت من هاي؟ بعد ما استفدت انه بيمرق بنقطه A، واي ايكوال نمبر معناتها الايكويشن هي واي ايكوال مين عند الواي هون؟ هاي الواي، يعني ماينس راديكال 2، هاي بتكون الايكويشن لللاين دي. بيبقى عندي كيس 8 حتكون مثل كيس 1، ما رح حلها هلا. طبعا انتوا اذا كنتوا بدكم تغشوا، يعني ما حساعدكم كثير على الغش، بس يعني اذا كان في سؤال انا ما حليته من هالكيسز وانتوا مضطرين عليه او ما فهمتوا تحلوه، انا حاطه رقمي على اليوتيوب، تحكوني واتساب وان شاء الله باسرع وقت برد عليكم وبساعدكم بالكيسز اللي انا ما حليته. واي استفسار طبعا حكوني بالكومنتس وانا بخدمتكم.